السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة سلمى براني أوفيسيال. إخواني أخواتي في الله، فيديو جديد وأخبار جديدة. أحبابي أحباباتي في الله، موضوع اليوم شيق جدا خوتي، لا تقف ولد عتيقة كالعادة. فرح الفاسي الناس كلها كتعرفها شكون هي، ممثلة رائعة ومبهرة تبارك الله عليها، وناجحة في الأعمال ديالها الفنية اللي معروفة ومشهورة. كتصدم صدمه العمر ديالها مسكينه، وكت ما كيفاش نقول لكم الاخوان، شدات اكبر ضربه في قلب ديالها وفي حياتها ومسكينه. يعني شدات الزوج ديالها متلبس بخيانه الزوجيه، وش نقول لكم، هي كيف ما كتعرفوا الكل كتبغي راجلها بزاف، وتزوجت به عن حب، وعندهم بنيته كيف ما كتعرفوا كاملين عندهم بنيته، ولكن هي كانت رافضه انها تزيد وليدات معاه، لانها كانت ديجا شدت عليه الخيانه وسمحت له. وهاد المره هذه الثانيه كيف ما سمعتوا ان فرح الفاسي خلات واحد الاوديو، غادي نخليه لكم تسمعوه كيفاش كتهضر مسكينه ومكسوره ومكسوره وقلبها مكسور. وش غنقول لكم، فاش كتكون المراه كتبغي الزوج ديالها اكيد كتعطيه واحد الفرصه، ولكن ما تقدرش تعطيه جوج ديال الفرص، فرصه الا ما استغلهاش وما صلحش داكشي اللي هو هرس، فمستحيل مع ذلك انه ما غاديش يتصلح. اللي الكاس اللي كيتهرس الاخوان والاخوات ما عمره غيرجع كيف كان، اكيد صافي الحاجه فاش كتهرس. قال لك جوج حوايج فاش كنفقدوهم في هذه الحياه ما كنعاودوش نردوهم، هي الميت والثقه. فالثقة مهمة بزاف بزاف الإخوان، فاش كيكون شي شخص كيتيق فيكم وداير فيكم الأم والأب والأخت والأخ والصديق وكل شيء، خصكم تعطيو قيمة لذاك الشخص اللي تيق فيكم، وتحافظوا على الثقة اللي عطيكم. فالنهار اللي غادي يخسر داك الثقة اللي دايرها فيكم، ما عمرها غترجع كيف كانت. فهادشي اللي وقع لفرح الفاسي، انها فقدت الثقة في الزوج ديالها وما بقاتش تايقة فيه. فالله ياخذ الحق في كل زوج خائن وكل زوج غدار وكذاب ومنافق واناني كيبغي غير راسو. فاش نقول لكم، من بعد ما الزوج ديالها اللي هو عمر لطفي، فاش شاف ان فرح الفاسي زدحاتو زدحه ديال ولاد الكلاب، لان صافي هذه المره الثانيه كتشد عليه الخيانه الزوجيه، كيف ما كيقول المثل، الخائن كيبقى خائن ولو حتى انه تعطيه اللي عطيته غيبقى خائن، واللي خان مره غيخون الف، غيخون الف مره عفوا. واكيد كيف ما خان الزوجه ديالو غيخون العاشقه ديالو من بعد ما غيبقى معاها، ولا غيرجع معاها، ولا حتى لا تزوج بدك العاشقه ديالو، اكيد ما غتكونش عنده فيها الثقه، وهي كذلك ومثال ما غتكونش عندها فيه الثقه، لان كيف ما هي يعني قبلت تكون رخيصه فتا هو رخيص، لان الرخيص كيطيح على الرخيصه والوسخ كيمشي مع الوسخ. فتو شوف، اي امراه كيخونها راجلها ما يبقاش فيها الحل، لحقاش لو كان كون فيه الخير كون راه بقى معاها، اللي ما فيه خير كيمشي مع اللي ما فيه خير. المهم احبابي احباباتي، ما نطولش عليكم، هو مشى للمستشفى من بعد ما سمحات فيه ورماته وهزات البنيته ومشات، صافي هي دفعت الطلاق وصافي، وخرجت كتهضر وصافي، يعني قالت ان صافي فضحات كل شيء، داك الاعمال ديالو الموسخه. فصافي هو جه انهيار عصبي عفوا ومشى للمستشفى. غنخليكم مع الصوت ديال فرح الفاسي الممثله ديالنا كبيرة، ومن بعد نرجع انا معكم الاحباب والحبابات. نقول لكم انا ما تنسونيش بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، ما تنسونيش بلي لايك ديالكم بهم كنزيد القدام اكيد. الله يخليكم ليا ويطول لي عمركم ويحقق لكم كل ما تمنيتو، كل من دار ليا اللايك الله يزيد له في ميزان الحسنات. بعد النية عمرك تخاف، الا كنتي مرضي عمرك تخاف، ربي عمرو ما غادي يخيبك. عندي ما نقولكم،